ياخذ تفضل. بالنهاية منا شغلة وردة عبنقية أو زهرة عجبتني أو شغلة حبيتها فردت إني تكون معي، بالعكس في عمل روحي مطلوب من الشخص اللي بده يختار غيره. شو هالعمل الروحي؟ أول شي بده يكون من جوا في عنده صلاة متقدة وشوق دائم للقاء يسوع المسيح. لما بيكون الإنسان في عنده هالنفس إنه أنا بريد كون مع يسوع المسيح، بريد إني أقرب من ربنا، ساعتها ربنا بيهيئ أشخاص بيجوا بطريقه بيمسكوه من إيده وبيجيبوه لعند المسيح. نرجع شوي للإنجيل، لاحظ بالإنجيل حادثة الأعمى اللي قاعد على الطريق يستعطي. شوفوا هذا الأعمى، هذا الأعمى كان سامع عن المسيح، كان سامع عن المسيح اللي عم بيعمل عجائب، شفى المرضى، قام الموتى. فإذا هو من الداخل مؤمن أن هذا هو الله، وكان في عنده شوق للقيا يسوع، فكان من جوا دائما عم بيصلي بحرارة أنه ارحمني يا ابن داود، يا رب هيئ لي أن أراك، أن أرى وجهك يا رب. فجأة من مرة من المرات بيسمع ضجة، فبيشوف بيقولوا له، بيسأل شو في، أنه هو أعمى، فبيقولوا له إنه يسوع الناصري. يصير بيصرخ، معقول يسكت كل هالوقت ناطر ليلتقي بيسوع الناصري بيسكت؟ أبدا. فصار يصرخ ارحمني يا ابن داود، ارحمني يا ابن داود، ارحمني يا ابن داود. اللي حواليه صار يقولوا له اسكت، لا تزعج المعلم. بينما هو بيقول بالإنجيل ازداد صراخا ارحمني يا ابن داود، صار يعيط أكتر. هون ساعة ربنا وقف وقال للتلاميذ اللي معه الرسل هلموا به إلي. راح واحد من التلاميذ مسكه من إيده وجابه لعند يسوع، فقال له يسوع ماذا تريد أن أبصر يا سيد، أن أراك يا سيد، أن أبصرك يا سيد. قال له أبصر، وهيك فتحت عيونه. هيدي هي الحركة اللي لازم يعملها كل إنسان، بده يكون في عنده أول شيء صلاة داخلية وشوق للقاء المسيح، وعم بيصلي من كل قلبه وبجد. بعدين ربنا بيهيئ، رغم الضوضاء اللي بالعالم، رغم المشاكل اللي بالعالم، رغم انه كل الدنيا بتحاول تسكتنا، شو رايحين تعملوا بالكنيسة؟ شو قاعدين عم بتصلوا؟ وليش هالصلاة؟ ما بعرف شو. نحن مصرين بدنا نصلي، مصرين بدنا ربنا، مصرين بدنا نكون شركاء مع الله في المجد السماوي، مصرين ان ننظر ونعاين وجهك يا رب. ساعتها ربنا رغم انه الناس عم بتسكتنا ونحن عم نعيط ونزداد صراخا ارحمنا يا ابن داود، ساعتها ربنا بيهيئ شخص كاهن بيحطه قدامنا بيقول له روح هلم به الي، بيروح بيمسكنا من ايدنا. لانه نحن صحيح عنا عيون بشريه ولكن عيوننا الروحيه عمياء، بحاجه لشخص يمسكنا من ايدنا يقول لنا يا ابني امشي من هون، اوعى ما تروح على هالطريق، زيح على اليمين، وفي جورة عندك انتبه، حتى نصل أن نقف أمام وجه الله ونعاين مجمع. إذن هيك بالتم اختيار الأبد. خلص خلص.